بعد مرور نحو 3 أعوام على اندلاع احتجاجات تشرين، لا يزال الآلاف من الجرحى والمعاقين الذين تعرضوا إلى نيران القناصين والفصائل المسلحة أيضا يعانون من آثار ذلك، وينتظرون نتائج التحقيقات للكشف عن القتلة والمجرمين. ونيوز ستسلط الضوء خلال شهر رمضان المبارك على شريحة شجاعة منسية فيها المئات من الحالات الحرجة لناشطين في ريعان شبابهم. الجريح محمد أحمد أحد جرحى تشرين أصيب عام 2019 ولا يزال يعاني الألم ووجع الإصابة. اسمي محمد أحمد فرحان، العمر 20 سنة، صوبت في 2019 في ساحة التحرير، صوبت برمانه بيدي وبرجلي هاي وبهاي. رحت راجعت دكاترة وراجعت، قالوا لي يمكن تسمم يصير عندك بجسمك، والرغم هاي إصاباتي موجودات، هاي إصاباتي موجودات خطرة. فراجعت تقاعد، راجعت شي ما حد قال لنا وما حد قال اي صار وتواجهنا على شيء. تروح تركب بالمعاملة فما حد يمشي لك بمعاملتك. فإصاباتي هاي إصاباتي، هاي رجلي والرغم، هاي إصابات أنا اللي صوبتها الخطرة، هاي إصاباتي الخطرة اللي صوبتها أنا. فما كحد جاني وقال لنا ونمشي بيهن وما حد يرد علينا وما حد يسمع صوتنا وما حد يجينا. وراها هاي الصور شوفوهن ضحايا، فما حد يجينا وما حد يوصل لنا. رحت للتقاعد العامة ورحت للمحكمة، فالتقاعد العامة حولتني ل 52 ترجعني النصف الشهيد. نصف الشهيد يدزني الشارع فلسطين على مود تقرير مال شهداء مال تشرين مال إصابات. فهذا التقرير يدور عليه بشارع فلسطين ماكم، كاني انا ما عدي اركب بالمعامله، كاني تفرد نوبدايح شايف هالاخونه. دني دليل الاصابه مالتي هاي، الرغم دني لحد الان موجودات احنا خاليين ذكرى. فالرغم تهديد اللي وصل لي على السيم كارت، وبعد ما توصل للتحرير وتمتنع من هذا الشيء، وما اعرف شنو الاخبار، التليفونات، الرسائل اللي توصل لي. ورا ما رحت البيت اهلي اجانا، رحت دزوا علي استدعاء فوج، رحت يا بمكافحه الشغب رافع علي دعوه هيك وهيك، يا مش عد انا قاعد طالب حقوقي يا ها. بعد تمتنع توقع ورقه تعهد بعد ما توصل للتحرير، وهذا الشيء اذا تروح للتحرير غرامه 1,000,000، يعني اللي يطلع يداعي على حقوقه تغرمونه 1,000,000 ليش؟ يعني ايش بعدكم عن الارهاب يعني؟ وتقولون شبابنا احنا انتم ولدنا واحنا نحتضنكم، يعني بس احتضانكم هذا احتضانكم انه يعني غرامه 1,000,000؟ احنا عائله متعففه، ونطلب من وزاره الدفاع او وزاره الصحه والوزارات المعنيه يعني